فندق هاواي جاردن غردقة، كترة الأقاويل حواليه، ناس تقول كويس ناس تقول وحش، ناس تقول واو في كل حاجة وناس تقول هو كويس في كل حاجة إلا حاجة واحدة بس. يا ترى الفندق ده إيه حكايته بالظبط؟ يلا نعرف حكايته بالظبط، ويا ترى هيكون من ضمن اختياراتك لو عايز تصيف السنة دي ولا هتكنسل؟ لايك الجميل بتاعكم ويلا بينا نعرف أكتر عنه وناخد جولة كاملة فيه، يلا بينا. مكانه زي ما قلنا الغردقة، بيبعد عن مدينة الغردقة مسافة، يعني انت محتاج تكون معاك العربية الخاصة بتاعتك عشان تقدر تروح المدينة نفسها، او ممكن تستخدم التاكسي المتوفر باستمرار في مدينة الغردقة. وبيبعد كمان حوالي 10 كيلو من متحف الغردقة المائي وحوض الأسماك، و24 كيلو عن مطار الغردقة الدولي. ده الموقع بتاعه أو مكانه. موقعه يعتبر جيد إلى حد ما يعتبرش واو ممتاز، عشان هو مش في المدينة نفسها أو مش قريب من الخدمات اللي انت بتحتاجها، بس موقع يعتبر كويس. طيب نتكلم على مميزاته الأول، أو نوصفه الأول، نقول الحاجات اللي فيه. هو صف أول على البحر وشاطئ رملي، وبيتميز ان في اكوا بارك عملاقة وجامدة جدا، ومعروفة ان هي الاكوا بارك الميزة العالية اللي فيه. وفي برضو اكوا بارك للاطفال، وفي 3 حمامات سباحة للكبار وحمام سباحة للاطفال، وفي كيدز اريا كده نادي للاطفال للعب فيه يعني، وبيعملوا انيميشن والاكل. يا ترى ايه حكاية الاكل عندهم؟ بصراحة لو اقول لكم ان موضوع الاكل ده هو اللي فيه لغط الكتير واللي عامل بلبلة وفي الفندق ده، حوالين الفندق ده، لو اقول لكم يطلع 1 او 2 من 100 يقولوا ان الاكل كويس، و99 او 98 يقول الاكل سيء. يعني مشكلة الفندق ده يا جماعة، هو عبقري في يعني اكوا بارك كده يعني مهولة، وتاخد الـ الاذهان زي ما بيقولوا كده، وتخطف العقل، والبحر رملي حاجة تحفة قوي قوي قوي، والاكوا بارك رهيبة، بس الاكل يا جماعة يعني مش. طب ما تطوروا الاكل بتاعكم وبطلوا تعملوا اكل يوجع بطن الناس ويعمل لهم مش عارفة ايه، واكل اشتكى منه الناس كلها. عدلوا من الاكل، يعني الاكل ده حاجة مهمة، انت اقامة كاملة 3 وجبات. طيب المفروض النزيل ياخد وجبة صحية متكاملة وصحية تحت صحية 1000 خط وخط، لأن المفروض ما يروحش مثلا ياكل أكل يتأذي منه أو بطنه توجعه منه أو مش عارفة نزلات أو معوية والكلام ده، ما ينفعش. فهو ده العيب الخطير في الفندق ده، وأغلب الشكاوى في مجموعة هواي، عشان كده أنا مش بعمل ريفيوهات عنها كتير، لأن هي أغلب الشكاوى في موضوع الأكل، وده حاجة يعني خطيرة. يعني إقامة كاملة، يعني موضوع الأكل شيء مهم، لأن أنت بياخد 3 وجبات وسناكس والكلام ده كله. وفي البعض مش الكل اشتكى من موضوع النظافة ونظافة الغرف، ان هي بتاخد وقت عبال ينضف الغرف وكده، والاكل تاني وتالت ورابع وعاشر هأكد عليه. يا جماعة انا بصوا ريفيوهاتي كلها صادقة، انا ما بعرفش اطبل لأي فندق، ما بعرفش، بقول المميزات وبقول العيوب بس، معرفش اقول حاجة اطبل لها وتكون وحشة واطبل لها، معرفش اعمل كده. حتى السجال اللي كنت فيه قبل العيد قلت مميزاته وعيوبه بكل صراحة، انا ما بخافش عادي،
انا اقول كلمة الحق عادي خالص، انا جاية هنا قناتي للتقييم العادل، للتقييم evaluation and fun، اديك تقييم كده بما يرضي الله وفن كده، حاجات متعة كده، تتفرج على الحاجات الفندق يعني، اللي هو تاخد جولة معايا كده كأنك كنت في الفندق بالظبط. بالنسبة للأسعار، هي الأسعار المتوسطة المناسبة لفندق 4 نجوم، في عاملين هما نفسهم الفندق نفسه عامل عروض، يعني حتى بعيد عن الشركات السياحية، في بتبدأ من مثلا 2100، 2500، في أكتر على حسب الموسم، على حسب عدد الأفراد والفيو بتاع الغرفة. انا خلصت كده تقييمي لفندق هاواي لو جاردن الغردقة، سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمة الله.